تمام يا ياسر بيه. والمصحف انا ما عملت حاجه، انا بتاعت شويه بخور وحبه حبس سكنات، وان ما نفعوش ما يضروش. انا جايه ليه؟ ده انا غلبانه يا بيه. يا وليه افصلي انت، ايه مكوك يا باشا؟ انا حنتومه سقسقه بتاعت حنتوش منتوش طربوش منفوش، ولو لازمك عمل يكشف لك المجرمين، ولا يربط لك اللي مضايقينك، ولا يحنن قلب البيت عليك، ولا يحلهم عنك. انا في الخدمه، انا في الخدمه يا باشا، اسعار مغليه ما تحلمش بيها. لو ما سكتيش مش هتخرجي من هنا. يا وليه اخرسي ولمي نفسك وشوفي الباشا عايزك في ايه. انا خدمت الحكومه. في نسوان بتجيلك؟ لا لا يا باشا، انا ماليش في السكه دي خالص. انا ست شريفه وبتاعت بركه، انما لو لازمك يا باشا انا ليه حبايبي اللي يخدموني. يا وليه لمي نفسك بدل ما اديها لك على وشك. طب يا غلاب يا باشا. هنتومه هي كلمة ورد غطاها، هتتعاوني معانا ولا لا؟ هندوب سقسقة في خدمة الحكومة. تعرف يا عمرودي، أنا في حياتي دي ما احترتش غير في اتنين، وأنت أولهم. ومين تانيهم؟ خميس. فارق يا حبيبتي، العمارطة ما بيحتروش في حد، إحنا اللي بنحير. لما قربت منه واتكلمت معاه لقيت في حاجات كتير قوي شبهك، عرفت ساعتها انت ليه اخترته المشروع جوازي. كويس قوي انك لسه فاكره ان ده مجرد مشروع، وانا ما احبش اعمل مشاريع تفشل ابدا. طبعا على الاقل بالنسبه لك. اللي قولي يا عمرودي، اشمعنى يعني خميس اللي اخترته المشروع جوازي المره دي؟ شوف يا فيري حبيبتي، كل ملكه بيختاروا لها ملك يتجوزها من نفس الدم ونفس النوع وبيبقى ملكها، وانت بالنسبة لي ملكة، هتورثي كل المملكة دي. عشان كده انا اخترتلك خميس، عشان عنده نوها وفاهم اللعبة كويس، وهيبقى من ايدك دي لايدك دي. صحيح في فرق في المستوى، انما احنا بنروض وندرب وبنرفع المستوى، وانا عارف كويس انك عمرك ما هتنسي ان ده مجرد مشروع. ربنا يستر. شرابية، انت يا وليه اللي اسمك شرابية؟ خير يا معلم خير، مالك بتزعق كده ليه؟ انا اسف مش هزعق تاني. انت هتحاسبيني يا وليه ولا ايه؟ العفو يا معلم العفو. طب امرني. فين ستك شو؟ انا شفتها خارجه من شويه. خرجت راحت فين؟ معرفش. يعني ايه ما تعرفيش؟ ما قالتش حاجه. يعني ايه ما قالتش حاجه؟ انت اكيد عارفه ومش عايزه تقولي. الله، مش هقول ليه يا معلم، هو سر يعني؟ هي قالت لك ما تقوليش، حصل ولا ما حصلش؟ انطقي بقى بدل ما هبب عيشتك نقدر. درى ايه يا ابو سنه؟ هو انت مش قادر على الحمار جاي على الغلبانه دي؟ خش دلوقتي يا شرابيه. يبارك لك يا حاج. يبارك لك يا حاجه، ما انت اللي بتدلعيهم. دي غلبانه دي ميه بتاعت ابني. بلاش غاغه ملهاش لازمه، لما ترجع مراتك ابقى اتخانق معاها زي ما انت عايز. يا ما قلتليش طب رايحه فين؟ اصحاب العقول في راحه، رجاله اخر زمن. ماشي يا شوق ماشي. طب صحيح ده ولا انا بحلم؟ سي خميس اقرصني علشان اتاكد من الكلام اللي بيحصل ده كله بصحيح. يا بت، ما انت شايفه وسامعه بعينك اهو. ايوه بس مش قادره اصدق ان دي الشقه اللي هعيش فيها مع افندينا. يا بت بقى بطلي هبل، بطلي هبل، فوقي بقى وصدقيني. قلت لك صدقيني وانت ما كنتيش مصدقاني. ده انت من ساعه ما ندهتلي سبت اللي في ايدي كله وجريت، حتى ابو سن سبته نايم وخرجت. عملت فيا ايه؟ وانا من ساعه ما شفتك وانت مخيشه في نافوخي على الاخر، مخيشه في نافوخي على الاخر. لكن اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ كان نائح عليا قوي. هو ايه ده يا اخويا؟ ضميري ده تديله بالجزمه. حاولت ياما. يا ماما انت مهما كان برضه مرات الخيال. ده انا من ساعه ما شفتك وانا مش طايقه لمسته على لحم.
السرير سكاكين، سكاكين بتقطع في جدتي. الأوضة بقت سجن يا سي خميس. إحنا بقى عايزين نعمل إيه؟ عايزين نخلص من الليلة دي نضيف نضيف، تخلعي مني نضيف نضيف، ونوصل الود اللي بيني وبينك نضيف نضيف، عشان أنا راجل أحب الشغل يبقى نضيف نضيف. أحب الشغل يبقى إيه؟ نضيف نضيف. ويتوب علينا ربنا. سهلة، أنت تطلقني منه وتتجوزني أنت، وأنا أعيش خدامة تحت رجليك. هيحصل هيحصل، بس أنا أصلي لسه خارج وبلطش في الدنيا، وليا أعداء ياما واقفين لي زي اللقمة في الزور، أولهم الواد براء بن نوح، ولازم نخلص منهم عشان نبتدي نوصل ودنا نضيف نضيف. صح، خلاص ما توزع عليهم راجل من رجالتك يخلص عليهم، وبعدين انت ياما اكتر الرجاله اللي تعوز تخدمك. بس ده غشم، ده غشم، وانا ماليش في الغشم، انا عندي ترتيب تاني وممكن انت اللي تساعديني فيه. وانا ملكك وبين ايديك. هيحصل هيحصل، هو انت على طول مستعجله كده؟ بالهداوه بالهداوه عشان ناخد دورنا. خلاص أؤمرني وانا نفس. انا عايز مطره مرات الواد براء تبقى في حبك، وانا مد ايدي والوفاء، ويتوب علينا ربنا. ايوه بس انا هجيب لك مطره دي منين؟ اه صحيح، تجيبيها منين يا شو؟ تجيبيها منين يا شو؟ تجيبيها منين يا شو؟ حنتومه. ده حنتومك انت. ده حنت امك وانت الصادقه. يتوب علينا ربنا. يا استاذ استنى، يا استاذ استنى، رايح فين؟ ايه ده يا استاذ؟ ايه ده انت خدت كده ازاي؟ وايه اللي في ايدك ده؟ والله يا استاذ غصب عني، ده قال انه جاي معاك وزقني وراح داخل عليك. هنقعد نرغي طول الليل يا متر ولا نخش في المفيد ونخلص؟ روح انت دلوقتي يا نوفل. حاضر. واقفل باب وراك. حاضر يا استاذ. نعم، عايز ايه؟ مش انا اللي عايزه، المعلم هو اللي عايزه. معلم مين؟ مش عارف المعلم مين يا متر. ومعلمك عايزني في ايه؟ لما تروح له هتعرف. اروح له فين؟ طب كاتي في المصلحه عبال ما اجي لك. يلا سلام. شفاعة؟ على فين يا ست الكل؟ انت مالك انت على فين؟ انت بتراقبني ولا ايه؟ لا براقبك ولا بتدخل في اللي ماليش فيه، انا كنت بقضي مصلحة للمعلم فشفتك، قلت اطمن يمكن عايزة حاجة كده ولا كده. لا مش عاوزة حاجة، انا كنت بزور واحدة معرفة وخلاص ماشي. انت رايحة ولا راجعة يا ست مطر؟ خليك في حالك. حلو قوي الكلام ده. الحساب يا ابني. مش ده اللي انا كنت منتظره منك يا خميس. اللي عايز ينجح ما يبصش لورا ولا يدور في دفاتر القديمه. انا زحت النوح من قدامك في السوق وكبرتك عليه، اطمعش بقى في اكتر من كده. ده مش طمع يا باشا، والله ما طمع، ده استرداد حق. هبقى كبير ازاي وانا مش عارف ارد حقي؟ شوف يا خميس، اللي عايز يكبر مش لازم يستهون باي حد قدامه، لازم يقيس قوته كويس عشان يعرف يتعامل معاه. وخلي بالك ان النوح ابن كار، فاهم الشغل كويس ومفطم ولاده وعنده عزوه وعنده رجاله، يعني مش سهل. طب يا باشا، هو مش فيه لا مؤاخذه يعني خرفان بتترمي للحكومه؟ بس النوح مش واحد منهم. ما انا ما كنتش واحد منهم وعملها معايا. ما هو خد جزاته، وانت شفت انا عملت فيه ايه. باشا انا مش عايز حد يزاحمني في السوق. مين ده اللي يقدر يزاحمك في السوق وانت هتبقى جوز بنتي؟ يتوب علينا ربنا. ما تسمعلوش المره دي يا خميس. العمروتي عايز يكسب الكل ويأمن نفسه. سواعي اسمع له وسواعي ما تسمعلوش. حيرتيني يا حاجه. لا حيرتك ولا حاجه يا ابن بطن. الصح انك تسمع للكل وتاخد اللي يفيدك. العمروتي عايز يجوزك بنته، قلنا وماله، الف مبروك. لكن يحط لك النوح قتب ورا ظهرك، ده اللي ما يلزمناش. وكمان عايز اقول لك حاجه،
السوق زي المخدة ما يستحملش اتنين حلوين. السوق زي المخدة؟ ايه البق ده؟ حلاوتك يا حاجة. اياك تكون فهمتني وقريت اللي في دماغي. قريت 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 بقى. العمروتي الباشا عايز يرميني في السوق ويكبرني، بس في ذات نفس تلك الوقت يحط لي النوح على الخط كده يسخن بعبع يخوفني بيه، على اساس لو انا قلت معاه وما سمعتش كلامه يقول له يسخن فتلم انا بقى واسكت. قال يبقى لازم تخلص من نوح يا خميس. سلم البضاعة يا كبير. دي مش طريقة دي يا معلم نوح. ما انا جاي لك اهو بمزاجي. الراحة الراحة يا متر، دي مجرد اجراءات امنية. هي دي برضه الاصول يا معلم نوح. ما قول نهدى على نفسك شوية لا تقلق عرق. انتوا عايزين مني يا معلمين؟ كل خير. مش باين. شوف يا متر، انت لو نظفت ودانك وسلكت مخك اخرتها هتبقى خير ان شاء الله، بس انت ما تقاطعش. بدران انت راجل عملي وده اللي بيعجبني فيك، عشان كده انا هخش في المطلوب دغري. انت تلزمني يا بدران. اشمعنى؟ انت هتستلوح من اولها ولا ايه؟ ما كلام المعلم واضح زي الشمس. ما انا بحاول افهم الشمس دي بتطلع منين يا معلم راء. ما انت لو كنت صنفرت دماغك كنت فهمت شمس بلادك تطلع منين. انت هتاخد قد ما بتاخد عند افندينا تلات اربع مرات. ومن غير ما نعرف هو كان بيديلك كام. يعني انت اللي هتحدد وانت اللي هتورزق. شفت بقى يا متر، احنا عايزين نعمل معاك الصح ازاي. طب يا معلم لو عندك قضية هات لي ورقها دلوقتي وانا هدرسها. انا لو عندي قضية كنت جيت لك مكتبك بنفسي، ما كنتش هجيبك لحد هنا ولا مؤاخذة بالطريقة دي. خليك دغري يا معلم زي ما قلت. انت لو لفيت الدنيا دي كلها على كعوب رجليك عشان تلاقي ناس سالكة زينا مش هتلاقي. احنا علامة مميزة، المعلم النوح وولده. اوعى تفتكر ان انا زعلان منك عشان طلعت افندينا من قضيه قتل ابن الشهيد. بالعكس، انت اديتني فرصه اخد طاره بايدي مش بايد الحكومه. انت عايز ايه مني بالظبط يا معلم؟ رقبه افندينا. انت لحقتها قبل حبل المشنقه. المفروض بقى كمل جميلك تسلمها لي. مش هو ده برضو العدل يا متر؟ انا مش قادر افهم انت ازاي مأمن لراجل زي ده. ده كلب افندينا يا حاج وعمره ما هيبيعه. لازم يبيعه، لازم. احنا في خطر يا براء، ولو اللي في دماغي ما ظبطش كل حاجه هتضيع مننا. نفسي افهم انت قلقان من ايه بالظبط يا معلم. ما ترسيني معاك على الحوار وتدخلني معاك في الصوره. انا حاسس ان الباشا هيسلمنا الخميس زي الخفان، وانا مش ناوي ابدا اناولها له. عشان كده لازم نحصن نفسنا قوي قوي قوي. طب ما انا قلت لك الكلام ده من بدري يا حاج، انت اللي ما سمعتش كلامي. انت عملت ايه في حوار بنته؟ بنته؟ ما انا سبتها زي ما انت قلت لي. لا معلش، رجع لها تاني واستمر. بصراحة أنا ما بقتش فاهمك يا حاج، شوية تقول لي سيبها، وشوية تقول لي ارجع لها، هي إيه الحكاية بالظبط؟ يا دي افهم بقى، بنته دي هي الشوكة اللي هنحطها بزوره لو بعنا. لازم ترجع لها تاني بس تحت عيني. يعني ارجع ادوس بنزين من تاني؟
بس دي ما تنسكش اللعبة التانية. لعبة ايه؟ الرمانة. رمانة. رمانة. خشي اللي برا. اديني خشيت اهو اللي جوه. ايه يا تونة؟ مش رايح نفسك شوية يا حبيبتي؟ قدامي موضوعين بنزلهم عشان نصورهم. أنا عارفة إن اللي معاك خلص وده موسم. حلو. شوفي بقى، الامتحانات دلوقتي بقت على الأبواب، وأنا عايزك تركزي عشان تفهمي دروسك اللي قدامك دي. ما تخافش، أنا تمام، وبقيت أقدر أطبق يومين تلاتة. يا سلام. طب ما عملكش شوية قهوة؟ ما تعمليش حاجة، تصدعني وخلاص. شكرا يا بابا. العفو يا بنتي، ربنا يقويك على اللي أنت بتعمليه. بصي انا قاعد بره، لما تخلصي اللي بتطبعيه انا هاخدهم منك اتبسهم واجمعهم. ماشي. يلا. الو. ايوه يا منى، بقول لك ايه، انا شكلي اتعودت على الحبوب الهباب بتاعتك دي. ايوه بتصحصحني، بس انا مش عايز اعود نفسي عليها. دبريني قوليلي اعمل ايه. يعني نص مش هيأثر؟ طيب ماشي، يلا سلام. كل سلطة يا معلم. سلطة. شكرا. سلطة يا حبيبي. شكرا. خد بلع يا معلم، ده من فرنسا. يسلم ايدك. كنت حتة اللحمة دي وبابا، حتة اللحمة دي وبابا. والله انا وشيف، انا وشيف بابا. وفي ايه يا باشا؟ مفيش يا معلم. دي هديتي للعروسة، ألف مبروك يا معلم. الله يبارك فيك. تعيش يا باشا، ربنا ما يحرمناش منك. ودي هديتي لأحلى عريس. تشكر يا فندينا. يا حبيبي. وده الحبيبي. ايه دي النقطة؟ حسن، طول عمرك حسن يا معلم. ده شيك بنص المصلحة اللي خدتها منك. ما تلزمنيش. أنا أصلي راجل تعودت إن أكسب من على جبيني. برافو برافو خميس، طول عمرك تبهرني بشهامتك. نتعلم منك يا باشا، نتعلم منك يا باشا. طبعا طبعا يا باشا، طول عمره بيبهرك، طول عمره بيبهرك. صح. انا بقول يا معلم، هتقضي شهر العسل فين؟ باشا يا باشا، شهر عسل ايه؟ خلاص بقى كبرنا على الكلام ده. لا 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 يا فندم. ما تقولش كده على نفسك، ده فال مش حلو. يا معلم، اليخت بتاعي مستنيك في الجونه بكل اللي بيشتغلوا عليه تحت امرك. يا سلام عليك يا باشا وعلى حنيه قلبك. للدرجه دي بتحب المعلم النوح؟ الله قد انا ما بحبه. هو في الدنيا عريس هيبقى غالي على قلبي زي المعلم؟ لا طبعا، ده اغلى الناس، ده ماكسيمم يدبح لك 100 جمل. انا يا جماعه متشكر قوي، بس انا لا 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 انا مش فاضي الكلام ده، انا عندي الشغل اهم. شغل ايه بتاعي يا معلم؟ خد وقتك زي ما انت عايز. على اخر اقل الراجل يكون وضب حاله ولم اعزاله،
عشان يرجع بيته اللي انت عايش فيه دلوقتي، وانت تكون وضبط حالك وتشوف لك بيت جديد. راجل ايه؟ راجل بتاع الكفتة اللي ورا ده؟ لا، الراجل بتاع الكفتة اللي قدام اللي انت قاعد في بيته، مش كده برضو ولا ايه؟ يتوب علينا ربنا. في صحة العريس بقى يا خميس. في صحة أحلى عريس. إن العروسة دي أدبها وحش. العروسة فقر. طمني يا دكتور، إيه الأخبار؟ هو كان أخد حاجة عشان خاطر الجواز يعني ولا حاجة؟ حاجة زي إيه يعني يا دكتور؟ معاك أنت حاجة؟ ها؟ مفيش حاجة يا دكتور، ما تاخدش على كلام، أصله تعبان شوية. هو واضح ان هو تعرض لانفعال مفاجئ، بالاضافه اذا كان خد حاجه يعني، فعملت له هبوط في ضغط الدم وفقدان وعي. عموما الحقنه اللي خدها هتخليه كويس جدا ان شاء الله يا رب. يعني ايه يا دكتور؟ شهر عسل كده اتضرب بقى ولا ايه؟ يا بنت اتكلم شويه، شهر عسل ايه وبتاع ايه؟ لا لا لا، شهر عسل ايه؟ مفيش الكلام ده خالص. ايه؟ خالص. ليه؟ فهمت يا دكتور، فهمت. جت الحزينه تفرح ما لقتلهاش مطرح. يا بختك يا سوريا. يا بنت تبطي، الراجل هيروح مننا. حاضر اهو اتبطيت. اسكت يا بنت الدويه. اديني الحبايه. سلامتك يا معلم. الف مليون سلامه عليك يا اخوي. الله يسلمك. شكلنا كده اتحسدنا، خدنا عين، وعين كبيره قوي. خدتوها على ايه يا اختي؟ العين الكبيره قوي دي بقى الحاجات دي بتتنزل. دي خيبه الامل راكبها جمل. شايف مراتبتك بتلقح عليا بالكلام ازاي يا معلم؟ عاجبك كده؟ اصبري عليا بس لما ابقى اقوم. اصبر عليك اما تقوم. والله طلعت قد القول يا باشا. اللي عمله العمروطي الليله كيفني وعلاه في نظري ياما. يعني الكلام بقى اللي قلناه المره اللي فاتت؟ لا، في شغلتنا دي ما تأمنش لصوابع ايدك، بس اللي يعمل الصح يستاهل كلمه في حقه. ايه رايكم بقى ان انا مش مطمن الحكايه دي لغايه دلوقتي؟ ازاي النوح يسيب بيته بالسهوله دي؟ اكيد الحكايه دي وراها مصيبه. ليه يا خال؟ هو انتوا مش برضو سبتوا البيت بالسهوله دي؟ اشمعنى بقى؟ انت بتعايرنا خميس ولا ايه؟ انا بفكرك بس. مصاريفنا كانت بره خميس، وكنا لازم نلمها، والنوح حط السكينه فوق رقبتنا. انت اللي سلمت رقبتك يا خال، ما تزعلش مني. هي محشوره في زور اصلها، واقفه من ساعتها مش عارف ابلعها. كان نفسي توقف له بدل ما تطيله. ما تطيله؟ ما تحاسب على كلامك يا خميس. ما تضيعوش فرحتنا اللي ما تتقدرش عشان خيبت زمان. خلونا في مكسب الليله. يبقى احسن برضه. ماشي يا حاجة. ماشي. يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين عليك، يا صباح الورد على جناين مصر كلها. خلاص يا حنتومة، صبرت ونولت، الدنيا كلها فتحت لي ايديها. الحلم فاضله تكة ويتحقق، والتكة دي في ايدك انتي، وعشان خاطري بقى تكملي جميلك معايا. راحة على روحك شوية يا ست شوق وفهميني. هفهمك، بس لازم تعرفي ان اللي عملتيه معايا ده كله كوم، واللي جاي ده كوم تاني خالص. كله بحسابه وانا تحت امر. وبالنسبة للحساب اللي خدتيه مني قبل كده هتاخدي قده مرتين. قولي تلاتة. شوقتيني. قولي لي بس انت عايزه اعمل لك ايه يا ست شوق؟ في واحده بتجيلك هنا اسمها مطره، عارفاها؟ طبعا عارفاها ست مطره، دي ست كريمه وايدها فرطه. افندينا له مصلحه عندها وقصده، وانا عايزاكي تقفي جنبي وتساعديني يا حنتوش عشان خاطري. حنتوش منتوش، طربوش منفوش. الله الله. عيني، انا تحت امرك يا ست شوق.
ده أنا هفعصه، هعجنه بإيديا دول وارمي لكلاب السكك. طب بالراحة وطي صوتك بس، أنت هتفضحنا بصوتك العالي ده. خميس وسخ معايا قوي رمانة، وسخ معايا على الآخر، فضل يدحلب للباشا ويتمسع في رجليه زي كلاب السكك لغاية ما نوله غرضه. يعني خميس كده خلاص؟ حط إيده في إيد الباشا؟ حط إيده بس، ده ركب ودلد الرجلية ماما، ده بقى زي ظله معاه في كل حتة. ودي آخرتها، عايزين يطردونا من بيتنا. سلامات يا باشا وحياة أمه اللي يجي عليه الدور هو كمان. طب اهدى يا أخويا واقعد، لا يطقلك عرق، مش هنعرف نفكر بالعصبية دي. هي ما فيهاش تفكير، هي خلصت خلاص. بص يا بنت الناس، أنا بيني وبينك اتفاق وده وقته، وهتنفذي اللي هقوله لك بالحرف الواحد يا رمانة. أنفذ إيه بس؟ مش لما أعرف الأول؟ هتعرفي كل حاجة. بكرة هعدي عليك الظهر، هرسيك على الحوار كله. استبينا يا بنت الناس؟ استبينا. وحياتك اللي عامل لك في الحته دي حته صومعه، تبقى يعني استبن القط النوم عشان يعني لو جينا في يوم من الايام وزهقنا منها، ولو اننا عمرنا ما هنزهق منها حتى لو الركنه طولت فيها. قبل بقى كل ده مش تقولي لي عملت ايه؟ السؤال ده على فكره فيه اهانه جامد ليا. يعني حصل؟ حصل وحصل وحصل، وكلها يومين ثلاثة وسرها هيبقى في عيب، وساعتها تمد ايدك بقى وتغرب زي ما انت عايز. يعني مالي عيدك يا شوق؟ طب مد ايدك كده وحطها على قلبي واسمع مزيكة حسب الله اللي شغالة جوه، بتقولك لو طلبت نور عيني مش هعزه عنك. ثابت ثابت، ايه دي لسه على المحارة ولسه بدري قوي على الروماتيزم ولا ايه؟ ولا ايه؟ يتوب علينا ربنا. يا معلم انا عملت لك الشوربه والفرخه بايدي. يو راح فين؟ يا معلم يا سيد الناس يا دي النيله. طب والاكل اللي انا عاملاه ده هيروح فين؟ يا معلم في ايه يا سوري؟ يا اختي المعلم مش لاقياه، عملت له الشوربه والفرخه وما لقيتوش. يعني هو اول ما يشد حيله يشدها بره؟ هيكون راح فين يعني؟ تلاقيه هنا ولا هنا ولا عنده مشوار. مشوار؟ في ايه يا موزه؟ في واحده عايزاك يا ست مطره. واحده مين دي؟ بتقول اسمها حنتومه. حنتومه؟ يا راجل حد يسيب عروسته يوم الصباحيه؟ انت باين عليك شطابت يا معلم. عيب يا باشا، ده الدهن في العتاقي. أنا بس عدم مؤاخذة جاي المعاليك عشان أفهم معنى الكلام اللي معاليك قلته. كلام إيه؟ أنا بقول لك كلام كتير يا معلم. آه، كلام اللي عن البيت. مظبوط يا باشا. شوف يا معلم، أنا بديك فرصة كبيرة أوي إنك ترجع السوق وتصلح اللي ابنك عمله. وإيه دخل ابني بموضوع البيت؟ لو مش معقول واحدة زي سوريا تعيش في البيت ده وبنت أنا تعيش في بيت في حارة. هذا مؤاخذة يا باشا، أنا مش فاهم، وإيه دخل الحلم الصغيرة؟ ما أنا بنتي هتتجوز خميس، والبيت ده هيبقى هدية فرحهم منك. يا باشا أنا شوف يا معلم، أنا بعمل معاك واجب كبير قوي، هرجعك السوق وهرجعك بقوة، والبيت ده عربون الوفاء والطاعة، ولا أنت ليك رأي تاني يا معلم؟ لا يا اخويا، تجيب لي الطلبات اللي طلبتها وخلاص. سلام عليكم. ايوه يا اختي، وقالت لك ايه كمان؟ زي ما سمعتي يا ست مطره، اول ما شميت ريحه خيانه قلت ابدا لازم اجي اقول لك. اه حكيم، انت خشيتي في قلبي وعششتي فيه من اول ما شفتك. والست دي تبقى ايه؟ مرات خميسه فندينا؟ لا دي مرات خاله. لا يا شيخه. ايوه، وعينها لايدة عليه وبتجري وراه بالحنجر والمنجل عشان تجيب داغه وتوقعه في عتبته. امال ايه يا ست ناطره،
اللي بيجيبها عندي. وقالت لك ان خميسه فندينا عايز مصلحه وعايزاكي تبيعيني ليها. اول ما اديتني ظهرها شدت العبايه وجت لي الجري. حكيم حنتومه سقسقة تحب الخير وملهاش في الشر ابدا. تشكري يا اختي وتسلمي. كلك ذوق يا حبيبتي. بتشكريني على ايه؟ انا طبعي كده اعمل الخير وما استناش منه غير عرقي. دي حتى عرضت عليا 4 أضعاف اللي بتدهولي في الحجاب قصاد الخدمه دي، وانا قلت ابدا ما اقدرش ابيع الست نطره ولو ب10 أضعاف اللي هي بتدهولي. ده انت ام الكرم يا اختي. وال10 أضعاف ده يطلع قد ايه؟ كلك نظر يا ام المصريين. عناية يا حنتومه. شاطره يا حنتومه. لو عرفتي لي بقى افندينا كان عاوزها ليه تبقى خدمتني صح. انا خدمت القرش يا بيه ومالي سكك تانيه. لغيني تلاقيني، وطول ما بك عمران في صدري انا تحت امر الحكومه والبلد كلها. يا وليه ما قلنا لك هنديك اللي انت عايزاه. ركزي مع الباشا شوف هيقول لك ايه. امرك يا باشا. تجمعيهم عندك في البيت وتعرفي هما بيقولوا ايه. وشوق عاوزاه من المطره، واول ما تعرفي تكلميني وانا هعرف اجيبك زي ما بجيبك كل مره. تمام يا باشا. انا هروح بقى اشوف اكل عيشي. حنتوش منتوش، طربوش منفوش. تحب اشوف لك الطالع؟ يلا يا وليه، يلا هتلاقي اللي يطلعوكي بره. يلا. حاضر يا باشا. حي. طب تيجي اسمها ايه يا علي؟ حنتومة. تومة. يا كده الدنيا قربت قوي يا علي. بس سعادتك ليه كشفت شو عند مطره؟ لما تخبط الاثنين في بعض تطلع بمعلومه من الاثنين. انت قصدك تضرب العيلتين بحجر واحد؟ فاضل واحده، لو بقت معانا تبقى كملت الدايره. مين دي؟ الحمد لله على السلامه يا معلم. مفيش فايده، كل ما لمها تفرط من ايدي. يا اخويا لم انت بس الدور الاول قبل ما صبري انا اللي يفرط مني. بت ده وقت الكلام ده؟ انا فين اللي مكفيني يا اخويا؟ لما انت فيك حيل تخرج مش تاخد بالك من مراتك حبيبتك اللي لسه عروسه؟ ولا هي يعني الكحكه في ايد اليتيم عجب؟ ما تفوريش دمي يا بت، ما تفوريش دمي. انا على الاخر. خلاص يا معلم حقك عليا. الدكتور قال الحمقى مش حلوه علشانك صحتك. سلالال انكم نسوان. اتلم في ليلتك السودا دي احسن لك. حقك عليا يا معلم، ما انا بحبك وبتدلع عليك. الله. اوه يا ايه ده؟ اتجننت يا بنت. ايه ده؟ يا بنت؟ ايه؟ بقول لك انا فين مكفيني؟ ايه اللي بتعمل؟ لا ما تعمليش كده. الله امال اعمل ايه؟ الله. طب اعملي مره كمان كده. يا بنت اسكتي بقى يا بنت، انا مش حاملك. لا طب تمام. جميل عليكي. اوبا شيش جوه. الله ما طلع. سبحان الله، ما الخير كتير اهو والرزق عمال موجود. الف حمد والف شكر ليك يا رب. الف حمد والف شكر. انت بتتكلم عن ايه؟ ها؟ لا لا انا قصدي كده، ما بحبش اشوف الرزق قدامي وما احمدش ربنا. طبع بقى سيدو. شايفهم جاهزين للمزايا مش كده؟ ايه الحلاوه دي؟ مزاج الخير يا بنت الباشا. على فكره انا عارفه كل حاجه، وعارفه انت بتشتغل في ايه وابويا بيعمل ايه، بس انا بقى برمي كل حاجه ورا ظهري. بقول انا مالي؟ عين العقل، عين العقل. الباشا ربى ربى. عايز الحق؟ انا ما عنديش اللي اخاف عليه، عندي كل حاجه كده طياري، حتى روحي. انا امي ماتت هخاف على ايه بقى؟ ايه السواد ده؟ ايه الوش الغريب ده؟ انا ما عنديش وش تاني اعيش بيه.
طب بقول لك ايه، ما تسيبك من حوارات المثقفين دي، تعالي نتكلم في اللي يخصنا، عايزين ننجز بقى نتجوز يعني. مش قبل ما نتجوز نتفق الاول؟ نتفق، اسمع ونتفق. انا عندي شويه شروط كده. شويه شروط؟ لا هم ثلاثه على البركه. انا قلت لك ان انا برمي كل حاجه ورا ظهري، بس في ثلاث حاجات معرفش اسامح فيهم. اولهم انك تتجوزني صفقه، الثانيه بقى انك تكذب عليا، اما الثالثه الخيانه. ايه ده، ما انت ناصح اهو، وعايزك تبقى متاكد انك لو خنتني انا لا هلومك ولا هعتب عليك. عين العقل. انما هخونك. لا رب رب يعني. وهتسلموا له البيت كمان؟ هو ده طار ابنك يا معلم؟ هو ده طار اخوك يا براءة؟ ولا خلاص اللي راح راح واتنسى ودمه راح حاضر؟ زيادة يا مطرة، سيبينا باللي احنا فيه. ايه اللي انتوا فيه يا معلم؟ خميس دخل البيت ودهس الكل برجليه وبرطع في كل شبر فيه، وانت واقف متسمر مكانك. فاضلك ايه؟ فاضلك ايه يا معلم؟ خلاص المصلحة عامت عينين الكل ودم الشهيد راح حضر. قلت بالزهر يا مطرة. مطرة مش غلطانة يا معلم، مطرة بتقول اللي جوه كل واحد فينا ومش قادر ينطقه، بتعرينا قصاد روحنا يا حاج، بتفكرنا بالانسناء. اسكت اسكت اسكت، انا عمري ما نسيت اخوك يا براءة، ولا عمري دم ابني حيروح حاضر يا مطر. اذا كان كل واحد فيكم نصيبته في ايراد، أنا بصوتي 24 قريب ما كانش ابني وبس، لا كان ضهري ودراعي، كان عكازي وسندي. مش هيجي اليوم إن حد فيكوا يفكرني بيه، ولا أنا عمري حنسى عشان حد يفكرني. طارو طارو في رقبتي الآخر لبس. أبو نعناع مع حجر مزاج الخير بعد السمك يوزن الكلام ويظبط الدماغ. الله، مزاج زين يا فندينا، عشاننا بقى نتفق ونبارك. حصة كل واحد من الرجالة دي رقبتي. بس السعر عالي قوي يا فندينا. دي تسعيرة سوق، انت عايزنا بيع بره تسعيرة السوق يا معلم يا رجالة. ايوه فندينا، احنا برضو رجالتك ولينا عشان فيك. احنا عايزين ناخد البضاعة بسعر المرة اللي فاتت، وكده تبقى عملت معانا واجب صح. لا اله الا الله، ما هو انتوا لو تعرفوا انا بجيب البضاعة ازاي هتعذروني. انا مقدم للحكومة 3 خرفان من خيرة الرجال عشان ادخل البضاعة دي وتسترزقوا. خلاص يا فندينا، سلمها لنا بره واحنا نسلكها. مش هتعرف يا معلم، السكك كلها متشمعه، واحنا برضيك لينا سككنا. خلاص جيبها انت بقى كلها من بره، ويبقى من دقنه وفتله وفضاها سيره. ايه ده بس يا فندينا، الكلام مش كده، الكلام اخده وعطى. والسوق عرض وطلب يا حبيبي، واللي مش عاجبه يتصرف. انا جايب لكم بضاعه مقشره لغايه عندكم، بلاش بطر بقى. خلاص يا فندينا، خلاص اللي تشوفه، اقعد بس كمل قعدتك. القعده بقتش تلز، بقت سحابه مغيمه وطيرت النفسين. يا فندينا احنا برضو رجالتك ومحاسيبك، تسمعوا الكلام. حاضر يا فندينا حاضر، بس اقعد كمل قعدتك، اقعد بس اقعد. اسمعوا المفيد يا رجاله، اللي عايز منكم يكبر ويكسب الطاقه 10 يوسع النشاط ويفتح دواير جديدة، يفتح دواير جديدة. سيبوكوا بقى من شغل النوادي بتاع التمانينات ده، خشوا على الجامعة، على الجامعة، على الكافيهات، السايبر اللي هو بتاع ال... ايوه ايوه عارفينه عارفينه. الأماكن دي كلها منفذة على بعضها.
واربابها جاهزين وعلى المفتاح، واللي هيخش منكم بقلب جامد ليه عندي الحلاوه والمكافاه، وكل واحد على قد اجتهاده ويتوب علينا ربنا. فتحة لا بقى في تاريخ ولا جغرافيا، راس خميس جاب بكلمتين ومسح اسم ابو سنة من الوجود. خميس النهارده بقى غير امبارح خالص يا بدران، الكيمياء غيرته، ركب على الكل ودلدل رجليه، عايز يدوس على الكل حتى خاله. خميس؟ خميس باعك يا معلم؟ خميس ده ابني انا اللي مربيه، كنت بشوفه قدام عيني كل يوم بيكبر شويه شويه، كنت حاسس انه حته مني كانه ابني، كنتش عارف انه هيجي يوم ويرميني الرميه دي ويعيرني باللي راح وضاوية سنداه واقفة في داره بتحميه تشجعه، كل اللي يهمها انه يكبر ويسيطر على السوق ويجيب لها الحفيد اللي يملى عليها البيت ويدوس على الكل حتى على اخوها. خميس مسنود من الباشا يا معلم، مش من ست ضاوية. باشا مين؟ ده انت مش فاهم حاجة، انا كنت فاكرك بدران لعت بدر واحد. كل ده تخطيط ضاوية ورسمها، قلبت على الباشا ذات نفسه لما رفض خميس يدي كتف للنوح وطلعه من السوق وسلمه للحكومة تسليم أهالي. خميس اللي مكاوب مرة غدر يغدر؟ مش مصدقها دي يا معلم. لا صدق صدق يا بدران، خميس النهارده بقى غير خميس بتاع امبارح خالص، كل يوم كرشه بيوسع ونابه بيتسن وعايز يبلع الكل في كرشه، عشان كده لازم يخلص ممنوح. وعلى رأي المثل يا نوح ما بعدك نوح. زيح زيح من على قلبك يا معلم. زيح ما مزح، لدرجة اني بفكر اشتغل مزيح في الإزاحة. القلب معبي لتمة عينه غدران من يوم ما اتعلقت في شباك شوق دايما، مكتوب ما هو العشق ده زي الرزق، لا ينفع فيه شفاعة ولا ضهير وشطارة. شوق شكلها عاملة لك بدل العمل عشرة يا معلم. عادي يا ست شادي، صديقي وقريب قوي من قلبي، مع ان فرق السن بينا كبير قوي بس بحبه. ايه مالك اتنفضت كده ليه؟ ده احنا ضيوفك يا راجل. سوري مش قصدي. ازيك يا شادي؟ عامل ايه دلوقتي؟ للاسف لسه عايش. للاسف لسه عايش، تحس ان مسلسلاتي قوي. قوي. اقول لك ايه، ما تخليش الدكتوره تاخد عنك فكره مش مظبوطه. دكتوره؟ صيدلانيه عشان ما تفهمش غلط. اظن دي كانت بالنسبه لك كنز الكنوز، ها؟ قبل العلاج. ايوه كده يا شادي، وريني وشك الحلو على طبيعته والابتسامة اللذيذة دي اللايقة على سنك. أنا اتخنقت من القعدة هنا، كل بص على المكان ده أحس إن أنا ميت ومدفون فيه. شادي أنت هنا عشان تخرج تعيش مش تموت. وعلى فكرة أنت الوحيد اللي في إيده القرار ده، لا دكاترة بقى ولا تحاليل ولا حتى أهلك. والله ما كنت أعرف إن الهباب ده هيوصلني هنا. يلا منهم لله اللي كانوا السبب. بقول لك إيه يا شادي، ما تعلقش أخطائك علشان معاك غيرك، أنت اللي عملت في نفسك كده، وانت اللي جبت نفسك لحد هنا بسبب الهباب اللي كنت بتاخده ده. ده انا كنت باخده عشان اعرف اسهر واذاكر. طب سيبنا خالص من الموضوع ده، قول لي يا شادي بتحب؟ انا ايه مالك كذبت كده ليه؟ ما ترد، بتحب ولا ما بتحبش؟ بقول لك ايه، احنا بقينا اصحاب وستر وغطا على بعض، بتحب ولا ما بتحبش؟ ايوه. امال هي فين؟ اول لما عرفت اللي انا هنا اللي عملته قطعت علاقتها بيا.
اسمعني يا شادي، انا مش عايزه اوجع دماغك بنصايح اتقالت لك كتير قوي من كل اللي يعرفوك. انا بس عايزه اقول لك حاجه، حطها حلقه في ودنك. مفيش حاجه في الدنيا تستاهل انك تخسر الناس اللي بتحبهم وبيحبوك، صدقني. وانك تفضل مرمي في مكان زي ده ما انتش طايقه وحاسس انك ميت فيه، صح؟ يا صباح الفل على احلى بنوته في الدنيا. ايه الصباح الجميل ده؟ مين يا فاتنة؟ سلام قولا من رب الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله. ازيك يا ام فاتنة؟ اهلا يا خميس يا ابني. اهلا اهلا. انا قلت بقى ايه، اجي اصطبح بوش تونة الجميل ده قبل ما اروح اشوف رزقي، قلت اجيب لها بقى الكنافه المحشيه اللي هي بتحبها عشان تذاكري بمزاج وتجيبي اعلى نمر. ايه ده معقول؟ هو انت لسه فاكر ان انا بحب الكنافه؟ امال، مش بس الكنافه ده، في كمان بقى ايه، جبت لك القماش ده. بص الحته دي بقى، اول ما شفتها قلت دي اتعملت علشانك. تعمليها بقى بلوزه، تعمليها فستان، فانيلا، ستاره لامك. براحتك بقى. المهم يكون يعني ايه ذوقي عجبك. الله، دي لونها حلوه قوي. جمالك كترت قوي يا فندينا. اعوذ بالله، اعوذ بالله. جمال يا ام فتنة، احنا في بينا جمال؟ امال فين عم زغلول؟ راح يشوف اكل عيشه. مش كنت تقول يا فتنة ما نصحش نخش برضه راجل البيت مش هنا؟ احنا ولاد بلد ونفهم في الحاجات دي كويس. وانت ازيك يا ام فتنة؟ الحمد لله. الحمد لله. طيب استأذن احنا بقى. ما تخليك قاعد شوية. هو ما يصحش نقعد عم زغلول مش هنا. هبقى افوت عليكي تاني، بس انا عايزك تذاكري كويس. اعلى نمر. اعلى نمر. ها؟ والمكتبة دي انا هسمعها لك كلها، كل دي كتب. عايزة حاجة؟ ميرسي. ايه؟ ميرسي. عالم نور برضه. قوليها تاني كده. ميرسي. خطيرة خطيرة والله. هنا للزز دلوقتي. السلام عليكم. بقول لك يا ام فتنة. نعم. الكنافة دي لفتنة، لفتنة. ها؟ وبيسلم لنا على عم زغلول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه يا بيت؟ بتضحكي على ايه؟ في شغلانتنا دي مفيش حاجة اسمها حق، إنما في حاجة اسمها مصلحة. اشرب القهوة يا متر. أصل أنا متعود ما اشربش بالنهار، بحافظ على صحتي، وبيقولوا إن القهوة بتنظم ضربات القلب. بس أنا مش ناوي بيع خميس. مين قال نبيعه؟ أنا قلت نبيعه؟ هو قال نبيعه؟ أنت قلت نبيعه؟ احنا مش هنبيعه. انت هتشتري نفسك، هتشوف مصلحتك، هتاخد اللي في القسمة. فامتى حطيت ايدك في ايد النوح؟ برافو، سؤال مهم وانا متوقعه من محامي شاطر زيك. اسمعني يا متر، انا مع اللي يقبجني ويعرقني. give me money I give you anything. النوح جالي لحد هنا وعرض عليا كتير، ارفض انا؟ أتبطر عن النعمة؟ هخسر كل حاجة وبرضه مش هيسيبني. يا متر، لو حد من الكبار اختارك عشان تبقى معاه لازم تبقى معاه، لأنك لو رفضت ساعتها هيفرمك. احنا غلابة بنلم من تحت رجليهم السبارس، ينو سبارس، وزي ما قال أفندينا كله شمال. برضه أفندينا لو عرف مش هيسيبني ولا هيسيبك. وإلا هيخلي أفندينا يعرف بحاجة زي كده؟ طول ما احنا ماشيين في الخير خلاص. بس خميس خيره عليا، والعمروتي خيره عليك، والنوح برضه هيبقى خيره عليك. بعدين أنا عايز أسألك سؤال، أنت خرجت خميس من حبل المشنقة ولا لأ؟ خرجته، عمل معاك ايه؟ اداك قرشين زيك زي اقل صبي عندك، وانت خدتهم ورضيت. لولا العمروتي واقف في ظهرك ما كنتش بقيت في العز اللي انت فيه دلوقتي. والبحر يحب الزياده.
قول لنوح اللي عايزاك. اهلا بيك في العاصمه. ويلكم ان ذا كابيتال. انا لقيت لك السكه اللي تجيب لك خميس لحد عندك بيضه متقشره تعمل فيه ما بدالك، بس الاول اعرف مكسبك ايه. جرالك يا رمان، هو احنا اللي هنقوله هنعيده؟ ما خلاص اتفقنا، اللي هتطلبيه هتاخديه، بس افهم الاول ايه اللي في دماغك. يا واش يا واش، بالراحه عليا كده، ما تتحمقش قوي. بص يا ابن الناس، اللي هعمله ده هيخسرني خميس العمر كله، وبعد ما كان فيه شويه امل قد كده انه يرجع لي مش هيبقى فيه خالص، يعني بح، وهبقى لوحدي كده عريانه في الطل. عشان كده لازم اامن روحي بسفريه، بشويه فلوس، اي حاجه. عايزة تسافر يا رمانة؟ في مكان انت ترتاح له ويكون ليك عيون فيه، اهو منها شم نفسي شويه ومنها ابقى في امان. ولما تخلص على خميس بقى وتبقى سيد السوق من تاني، تبقى تيجي تشق عليا وتشوف طلباتي. ماشي، انا موافق، بس افهم ايه اللي في دماغك الاول. بيسا جايه دلوقتي. بيسا؟ وايه اللي هيدخل بيسا في حوار زي ده؟ احنا كده نتشم يا اما. بقولك بالراحه ما تتحمقش عليا، اول ما تيجي خش انت جوه واسمع هقول لها ايه. انا مش فاهم انت عايز توصلي لايه. ما انت لما تسمع انا هقول لها ايه هتفهم كل حاجه. اهي جت اهي، يلا خش بسرعه، خش واوعى تعمل اي صوت عشان ما تعرفش ان انت هنا وتهرش. يلا خش بسرعه، خلي اللي في دماغي يظبط. ماشي يا رموانة، اما اشوف اخرتها معاك. بسرعه، يلا بسرعه. خير يا ست رمانة؟ سيبتي مفاصل يا اختي. تعالي يا بيسا. عيني. خير؟ انا عايز اطلب منك خدمه. يا خبر ابيض، ده انت تأمريني يا قبلتي. خميس وحشني موت، وهتجنن واكلمه تاني. يا قبلة هنعيده من الاول تاني. معلش عشان خاطر قبلتك، اول ما اقولك تبي تكلميه في التليفون وتقولي له اللي هقولك عليه بالحرف. عيني. حاضر، أمريني حبيبه قبلتك. اول ما شفته قلت ده اتعمل عشان يتلف حوالين الرقبه الزبده دي. يا ابني الايه، بتعرف تكوني كده ازاي؟ وبعدين مش قلنا بقى محدش يحس بحاجه؟ وادي الحصان واقف، حد يشوفنا يسمع حاجه مش طالبه وش. ما انت اللي بتقول كلام يدوخ، يخلي الواحده مش حاسه هي فين. انجزي بقى، انا عايزك تنجزي في الحوار بتاعنا ونخلص عشان نخلع من هنا. وحياتك اللي هجيبها لك خالصه مخلصها. يتوب عليك يا ربنا. ويتوب عليك. شو الخال؟ جيت في وقتك، جيت في وقتك يا خال اهو. يلا اساليه، اساليه اللي كنت بتساليهولي من شويه قبل ما يجي. ولا انت هتيجي من وراه تقولي وتيجي قدامه بقى؟ يلا قولي له. اساله على ايه؟ على ايه؟ أنا كنت بتسأليني عليه من شوية. أخ منكم، أخ أخ منكم، يتوب عليكم ربنا. من إذن يا خال. أفضل أخويا. يا شو كنت عايز أسأل على إيه؟ تعالى عايزك في موضوع مهم. عارفه يا وليه،
محدش بيظبط لي القهوه اللي انت، عشان كده انا باقي عليك. يبارك لك يا حاجه، اهو حاجه بناكل منها عيش وخلاص. ارزاق ومقسمها ربنا، ما هو لازم يكون لك فايده، ولا عايزه تعيشي سفلقه؟ يو يا حاجه، هي فارقه معاك؟ ده انت ام الكرم كله. ايه مالك دبلانه كده؟ حاسه انك عايزه ترجعي؟ يعني نبارك؟ الظهر يا حاجه الكوابيس رجعت لها من تاني. ابقي اضغطي كويس ولا قللي في الاكل. شرابيه؟ نعم يا حاج. قومي اعملي لها ليمونات. حاضر يا حاج. تعال اقعدي. ها قولي لي شفتي ايه؟ ابوكي تاني؟ سيبي عظم التربه مطرحه، ما تنبشيش القبور، خليه مدفون باللي فيه. بشاير يا بشاير، فين البرشام بتاع الصداع؟ عندك في درج الكومودين. بشاير، انت يا بشاير! ايه في ايه؟ مالك بتزعق لي؟ ايه ده ست هان؟ ده برشام. برشام؟ تعال. مش عارفه ايه ده؟ ده ترامادول، مخدرات يا ست هان، مخدرات في بيتها. نهار ابوكي اسود، نهار ابوكي اسود. ترامادول في بيتي؟ والمصاب معروف انه مخدرات. امال فاكراه ايه؟ ملبس ولا حلاوه المولد؟ قالوا لي المسكن بيخفف الالم. الم؟ وانت لسه شفتي الم؟ ده انا هخلي كل حته في جسمك تقول دايم الالم. وجبتيه منين يا بنت؟ نادي جارتنا هي اللي اديتهولي، قالت لي انه بيسند في وقفة المطبخ والجري ورا العيال طول اليوم، لقيته نافع عني. تاخدي بالك كتير؟ هو انا فاكره، وانا بقيت عارفه راسي من رجلي، انا خلاص تعبت وتهد عيني واتقطع وسطي، اخرتها ضرب ومرمطه وقله قيمه. كل ده عشان خاطري حتة برشامة خدتها عشان تسند طولي في القرف اللي أنا فيه النهاردة. رمانة موجودة؟ باشا أنا قدامك أهو. إيه الحلاوة دي؟ ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده يا رمانة؟ مفيش، يعني اصلا انا كنت. الله، مالك متخشبه كده؟ ما تيجي تقعدي. لفه كده ليه يا رمانة؟ كنت رايحه تزوري حد من اهلك ولا ايه؟ حسب علمي ان انت مقطوعه من شجره ومالكيش اهل خالص. رايحة فين؟ لا خالص، اصلا يا باشا كنت رايحة اوفي نادر. بيوفيه بعدين؟ هو في ايه يا باشا؟ مفيش، هفتي عليا وعارف انك مش رايحة الكباريه، قلت اجي انا. انت لسه ما عملتيش كاس لغايه دلوقتي ليه؟ ده حتى بيقولوا اكرام الضيف ساقيه، ولا نسيتي؟ لا خالص ابدا. حاضر عينيا. لحظه واحده. ايه
ايوه يا بيسا. بقول لك ايه، ما تعمليش المكالمه دلوقتي. رمانه يلا بقى ما تيجي. ايوه حاضر، جاي حاضر. خلاص هفهمك بعدين، اقفلي دلوقتي. يلا سلام. يعني ايه اللي انت بتقوليه ده؟ بومبا يعني؟ بقولك ايه، انا ما عجبنيش الكلام ده، فهميها كده، انا ما حدش يقدر عليا. فهميها انها تنجز، انا مش هستنى كتير. سلام يا اختي. رزق، وادي رزق. اؤمر يا معلم. عملية النهار في شنك، سك على اللي عندك. يعني فضها ولا على رنة منك؟ على رنة يا ايوز. خدامك. انت عارفة يا رمانة، انا ماليش في الغصب، كل حاجة عندي كيف ومزاج، بس بمزاج انا يا باشا. ومزاجي قال لي ان انا اجيلك لغايه هنا النهارده. انت نورت بيتك ومطرحك، ده كله من خيرك، احنا نقيد لك صوابعنا العشره شمع. الله على نقيد لك دي، الله اموت في البلدي. انت عارفه البنت اللي اسمها بوسي مجتهده قوي، هتموت وتاخد مطرحك في كباريه، بس كئيبه. هو كل حي بياخد نصيبه. الله على نصيبه، أموت في الكلام البلدي ده. أنت عارفة يا رمانة، أنت صنف تاني من حريم، صنف يندر وجوده، صنف يتاكل على فترات، لما الواحد يبقى ليه نفس الأكلة، وأنا النهاردة نفسي قوي في الأكلة. يا باشا أنا غلبانة وماشية جنب الحيط. الله على جنب الحيط دي. أموت في كلامك البلدي ده. قولي تاني، قولي لا مؤاخذة، قولي قلتيش معاك، قولي استرني. يا باشا مش انت بتقول كله بالمزاج، يبقى مش بالغصب. وانا النهارده مزاجي فيكي بقى. سيبني 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 يا باشا، يا باشا سيبني، قلت لك سيبني. لو قربت مني هعوز نفسي. هتخزي. مش بقول لك البلدي جميل، بس عشان الجو البلدي ده يكمل، خش هاتي بابور جاز ودلوقي الجاز على نفسك وولعي فيها. صحيح البلدي يوكل، بس لما يبقى طازه، مش يبقى حمضان. غزي يا اختي، بس غزي جوه.
خميس عاوز يبلع الكل في كرشه. النهارده جاي ياخد مني بيتي وبكره هيقش السوق باللي فيه. يرضيك يا بدران نسيبه يبرطع بشكلنا؟ انا جاي اسمع العرض بتاعك يا معلم. ده مش عرض يا متر، ده اتفاق. يعني احنا هنتفق احنا التلاتة والمكسب باسم العدل. مفيش حد بيشتغل عند حد ولا حد بيجب على حد، والمكسب كتير كتير قوي يا بدران. طب ودور كل واحد ايه في الاتفاق ده؟ انت البطل وكلنا كومبارس صامت جنبك. وبما انك انت البطل انت اللي هتجيب لنا مصارين افندينا، مخازن، المصالح، المواعيد وخلافه يعني. طب وكده تبقى اسمة عدل يا معلم انها تكون على ثلاثة؟ امال انت عايزها على كام يا متر؟ لا، المثل بيقول ان عشقت تعشق قمر وان سرقت تسرق جمل. ومفيش اكتر من الجمال عندك يا معلم. المثل ده حرام يا متر. استنى انت، طلباتك يا بدران كده ممكن يبقى اول الكلام. ممكن تشيز يا متر. ضربتها؟ للاسف ما كانش في قدامي حل تاني غير كده. اول ما شفت الشريط في ايديها اتجننت. انا كنت ممكن اخنقها بايدي. طب معلش انا هسألك سؤال، انتوا علاقتكم الزوجية عاملة ازاي؟ عادي يعني مفيش جديد. مش قصدي، بس العلاقة الجنسية عاملة ازاي؟ ليه؟ أرجوك ما تفهمنيش غلط، احنا هنا بنحاول نحل أزمة. أبداً عادي برضه مفيهاش جديد. 80% من العلاقات الزوجية اللي حوالينا إجاباتها كلها بتبقى عادي جداً، مملة، باردة. العلاقة الزوجية بتتحول بقت عبارة عن روتين. عشان كده للأسف الشديد بنضطر إن احنا نلجأ لمؤثرات خارجية عشان العملية تتم. مفيش إحساس. تقصدي إيه من كلامك ده يا دكتور؟ مراتك حاسة إن هي مضغوطة شوية، حاسة إنها مش في دماغك، إنها منسية، وإنت مش واخد بالك من كل ده. السجاير سعادتك يا باشا. طلبت منك سجاير؟ لا. أنا آسف يا باشا، أنا آسف. يلا. ده مغاوري اللي حكيت لي عنه؟ هو ده مغاوري اللي حكيت لك عنه. أبو وش دبلان ودين بتترعش. تخيل إن كل ده بقى بيحصل وهو سايق العربية. بيبقى سايق وركبه بتخبط في بعضيها. الغريب بقى إنه بينام وهو سايق بسمع شخيره، مع إنه بيبقى مفتح عينه بس مش باص لأي حاجة ولا لأي حد. وبيني وبينك يا دكتورة، مغاوري ما يفرقش كتير لا عن شادي ولا عني ولا عن مراتي. الخطر بيقرب قوي يا دكتورة ولازم ناخد بالنا. احنا بنعمل اللي نقدر عليه، صدقني. عندك حق، لازم نعمل اللي نقدر عليه. هنا ازاي؟ زي ما دخلت السوق ونطرتك منه. وبقى عاوز مني ايه دلوقتي؟ انا خدت منك السوق، فاضل بيتي هاخده اللي انت سرقته قبل كده، وفوق ده كله هاخد فوق البيع عمرك. عاوز تقتلنا خميس؟ انت قدامك حل من اتنين ملهمش تالت. فكر. امتى انا تخرج من البيت ده بلبوصه؟ بلبوصه وبزفه. امتى تخرج نايم على ظهرك
نافوخك رصاصة من مسدسي، تختار ايه؟ سبيل مرس الوارزة سيد المعلمين اللي جمال هنا. بقولنا بس يا ماما مؤاخذة عريس، هو أنا جيت في لحظة شهوة؟ كانت بس خلاص. بس ده بيتي يا خميس، بيتي ومحدش هيقدر يطلعني منه. يبقى بسم الله والله أكبر. لا 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 بسم الله الرحمن الرحيم. ملك يا معلم صبر العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ناقصة كوابيس كمان يا رب. آه بالشفا. أنت كويس؟ الحمد لله الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يخرب بيتك يا خميس. الله